يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلاد يكون المؤذن واحدا في كل المساجد. نعم. يقول في بعض البلاد يكون المؤذن واحدا في كل المساجد، وبقية المساجد فيها نقل صوتي لذلك الصوت، فما حكم هذا الفعل؟ هذا من التغيير، هذا من التغيير لشعيرة من شعائر الإسلام وهو الأذان علانية في كل مسجد، في كل مسجد، ويحرمون المسلمين من هذه الشعيرة. هذا أمر لا يجوز، وهو أمر محدث، هذا أمر محدث. أجل جيب لك جهاز مسجل وإلى جاء وقت الصلاة افتحه وخلوه يذن، هذا يكفي عن الأذان؟ لا، ما يكفي عن الأذان. نعم. وكونه ينقل من مسجد آخر لا يكفي، هذا هو أذان للمسجد الذي هو فيه، أما المساجد البقية كل واحد يحتاج إلى أذان وإقامة الشعيرة فيه. نعم.